مبادرة تراست للمواطنة الفلسطينية. في هاي المبادرة بنحاول نحل مشكلة غياب التواصل بين المواطنين والبلديات، وكمان غياب الشباب والنساء عن خطط ووعود البلديات. فشو رح نعمل؟ رح نعمل تطبيق الناس من خلاله يكتبوا تعليقاتهم ورسائلهم للبلديات، وفي نفس الوقت رح نشتغل على تشكيل شبكة للتثقيف في موضوع المواطنة. الشبكة اللي رح ندربها رح توعي الناس عن حقوقهم وواجباتهم ومين مسؤول عنها وكيف ممكن يطالبوا في هاي الحقوق، وإحنا هون بنعزز مفهوم المناصرة. بعد كل هذا الشغل رح ينفذوا المواطنين مع البلديات مجموعة من المبادرات اللي رح تحل المشاكل اللي كانت من مخرجات عملية الرصد، لأنه الناس والبلديات شركاء في إحداث التغيير.